واشير ابو ولدو كيف يهضروا ما بعدياتهم او شنو غادي يكون اكزاكتوم. شوف غنقول لك واحد الصراحه، انا غنسال بوبليك، انا بالنسبه ليا ما كاينش جمهور، انا بالنسبه ليا اب كيهضر مع ولدو. علاش؟ حيت ملي كتهضر مع ولدك الولد ديالك يمكن اكثر واحد كيهمك. كيقول لك الانسان الا كيتمنى شي حد يكون حسن منه هو ولده. فانا غنهضر معك كل عفويه كل صدق كيف ما انا، ولك ان تناقش ولك ان ترفض ولك ان تؤكد. بيسكلي بحال ماستر كلاس كيديروا معايا انا فابور. لا ما نهضرش ومعانا كيتفرجوا معانا بحال تقول الماستر كلاس اللي انت غادي ديروا لي انا غيتفرجوا فيه الناس. ايوا شوف انا ما غادي نعاود نقول لك ما ماستر كلاس ما والو، حيت ما ماناش انا المعلم ولا انا انا كنهمني نهضر مع ولدي، وبالتالي اللي كيسمعنا يعتبر ان الوالد ديالو هضر معاه. الى تحت له الفرصه يسمي تا بلاص، والا كان غيناقش مع با واش غيناقش معاه هاد الحويجات. اللي مهم في هادشي كله هو ان الانسان يكون صريح مع نفسه ويمشي يفكر، ما يبقاش يستهلك وياخذ الاراء ديال الاخرين. انا دائما ما كتعجبنيش هذيك انت مع ولا ضد، كاين شي حاجه غير مع ولا ضد، الا مع بوركوا. وتبع المرات كتكون مع الواحد ولكن تكون نسبيا، انا كنت معاه ولكن من تصرف هذا التصرف انا ما عجبنيش. فهمتي؟ في نفس الوقت بدينا عاودنا حيينا لاشين يوتيوب ديالنا، درنا نوفيل سيري اللي هي ستوري تايم تتفرجوا فيها. كنرجعوا لي كاسيت ديالك القدام اللي كنعتبرهم انا دي مين دور، فين كنكتشفوا بزاف ديال الحوايج اللي في العهد ديال الانترنت وهاد السرعه اللي غادي فيها الحياه، بحال بزاف ديال الحوايج اللي درتيهم حتى اللي مهمين وتنساو، ومهم باش نعاودو نجبدوهم باش نعاودو نحيوهم ونعاودو نوريوهم للناس. دونك هذه بعدا حاجه مهمه حنا خدامين فيها، وفي نفس الوقت كتعاونني انا، حيتاش انا ما كنامنش كاع بهاد القضيه دي ديال هذيك القضيه تراديسيونيل ديال غادي نمشي غادي نتخرج غادي نلقى خدمه غادي نكون سالاري مورا غادي نبقى 30 عام في نفس الخدمه ولا نبقى 10 سنين عاد نتخرج يا يطلعوا ليا يا نطلع في السلام يا خصني نبدل الخدمه. نبغي حتى انا ندير الحاجه ديالي، نبغي بحال نكون انا فريلانس، مي في نفس الوقت بغيت ندير شي حاجه اللي هي نقيه، بغيت ندير شي حاجه اللي زوينه وغادي تهم الناس، وماشي هي نحط لي كونتوني هكاك وصافي. نبغي ندير شي حاجه اللي عندها رساله. شنو الراي ديالك في الفريلانس؟ زعما علاش ما بغيتيش تكون موظف؟ ماشي ما عنديش كاع شي حاجه ضد نكون موظف، مي ما بغيتش بغيت ندير شي حاجه اللي انا كتعجبني وكنرتاح فيها. ملي كنكون موظف خصي انا بوما كنعتبرها، واخا المصطلح ماشي مزيان، انا كنعتبر كنحس الكابال هذاك اللي خدام عنده، خصي ديما هذا الشيء هذاك اللي خدام عنده خصي ديما نبقى ندير اللي خاطرو، وخصي ديما نكون انا اللي بغاها نقول ليه نعم اسي. نقول لك اسمح لي نقول لك نقول لك فكرتك غالطه نهائيا. بعدا حنا في الدارجه ديالنا كيقولوا جدودنا اللي كتخدموا طيعوا واللي ترهنوا بها. ملي كتخدم مع شي واحد خصك تطيعوا لان مصلحته هذاك، ما يمكنش تجي تقول لا انا خصني نقول رايي وصافي، حيت انت عندك المهم ديالك يكون عندك واحد الوظيفه، الا انت قابل ديرها كدير وظيفتك وما يمكنكش تجاوزها في حوايج اخرين. بطبيعه الحال دابا الامور تبدلات والناس في القطاع الخاص كيبحثوا بلوس في العالم كامل عن الناس اللي عندهم هذه الجراه وانهم يقولوا لا وانهم يلقى لك البديل، ولكن يلقى لك البديل بمعنى يجيب اقتراحات ماشي غير يقول لا باش انه يقول لا. نكمل لك ثانيا باش نكونوا منطقيين، نعطي كل واحد حقه. كاين اللي خلقه الله باش يدي واحد الوظيفه، هو تكوينه انك تامره ما بغيش يصدع راسه، وإلا قلتي ليه غير فين ركب هذا المسمار كيضرب راسه كيعرق، ولكن إلا قلتي ليه تقبل ليا هنا واخا يكون الحد صعيب كيدابز معاه نص نهار باش يدير هذاك الثقبه. الوقت مع التركيبه ديال الانسان هذا كتختلف تماما. على داك الشيء كتقول انا ما نديش، ما كتقول انا ما نديش بحال كتنيجليجي الاخرين اللي موظفين، هو لا ماشي صحيح. اوكي باش نخلي هادشي يكون بلوس شخصي، ما بغيتش كاع نكون من هادوك اللي كيلقاو الخدمه واللي كي هذا بيستون هذا، حيتاش باه لقى هاد الخدمه دار هذا دار هادي دار هادي. بيان سور سي لو طالون سي الخدمه ديالي الهارد وورك ديالي هو اللي كي
هو اللي كيخليني واش هو اللي كيبين واش غادي نتميز في واحد الحاجه ولا لا. مي باقي كنعتبر راسي ما واجدتش، وكيفاش يمكن لي هذا نوجد هي ندير هذا الشيء. هذا اللي علاش جا ديسيدي ندير معاك هاد لي بودكاست وندير معاك هاد لي فيديو هادو، حيت كيعاونوني بزاف باش من بعد ملي غادي نكون في سيتياسيون اللي كيعاونوك تفهم الحياه ولا تفهم نفسك ولا 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 تلقى طريقك. هذا سي بلوس كنعبر، عندي مشكله باش مثلا عندي بزاف ديال الافكار ديال جو سيغ ديجا من الوالده ديالي، عندي بزاف ديال الافكار اللي كنفكر فيهم اون انغلي وكنترجمهم باش هذا نعرف نعبر عليهم. عارف راسي بلي عندي دي تروك لي زوينين بزاف ولا عرفت كيفاش نوصلها بالطريقه الصحيحه سافا توشي لي جون، هادي جو سوي سيغ منها متاكد منها 100%. تقدر تكون هادي جور واحد اللي تايق في راسو كثر من القياس، واحد تكون اغوغونس، مي انا كنعتبرها الثقه في النفس اللي هي اللي هي مهمه بزاف. خصك تكون تايق في القدرات ديالك في الحاجه اللي غادي ديرها باش تقدر تاكسالي. المهم وانا كندير معاك هادشي هذا مع هاد لي بودكاست مع هاد لي ستوريات هذاك بشويه بشويه، هاد الافكار اللي عندي في راسي هاد الصداع اللي دابا واقع ليا كنحاول نرتبو كنحاول نحطو، و الى هادشي قدرت نماستريه غادي يعاوني بزاف ديال الحوايج. ماستري شنو هاد الكلمه؟ ماستري ماستر going to master it. غادي نبقى نطلق لك دابا في البودكاست، غادي نبقى نطلق لك ديمو اون انغلي، وغادي حتى انا نبقى نتعلم معايا شي شويه شويه لونغلي.